هذا الفضاء هو فضاء دار النيابة أو دار النيابة السعيدة كما كانت تسمى. هو فضاء بمثابة مقر لممثل السلطان انطلاقا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ممثل السلطان أو مندوب نائب السلطان، النواب ديال السلطان اللي كانوا كيمارسوا الدور ديال الوزير الخارجية تقريبا. وزير الخارجية على اعتبار أن المدينة كانت مدينة عاصمة دبلوماسية للمغرب، وكانت كل الهيئات القنصلية ممثلة هنا بطنجة ومقيمة هنا بطنجة، فكان لزاما أن يكون ممثل السلطان موجود هنا. وكانت هذا الفضاء شهد مجموعة من الأحداث المهمة، منها مجموعة من التوقيعات على اتفاقيات كبرى ما بين المغرب وإسبانيا، المغرب وفرنسا، المغرب وإنجلترا، واتفاقيات أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الفضاء قلت كان عنده دور كبير في مجموعة من الأحداث. وقبل ذلك كان أيضا فضاء دبلوماسي على اعتبار أنه كان مقر للبعثة الفرنسية المقيمة في طنجة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ودولاكروا مثلا، أوجين دولاكروا الفنان الفرنسي الشهير، جا لهذا الفضاء وأرخوا بعض الصور اللي كتبين بعض الخصوصيات الهندسية ديال هذا الفضاء. وبالتالي من ثم جات الفكرة ديال إحداث متحف مرتبط بتاريخ الدبلوماسية المغربية من جهة، وبالدور الذي شهدته مدينة طنجة أو إسهامها في صياغة الأحداث الكبرى في تاريخ المغرب المعاصر، وأيضا الدور الذي لعبته أيضا في تغيير الصورة النمطية عن المغرب من خلال تبيانها لخصوصيات الثقافية المغربية في الأعمال الفنية عن الفنانين الأجانب. وهذا هو اللي جعل أن الفنانين الأجانب بدأوا كيتوافدوا من المغرب انطلاقا من النصف الأول من القرن التاسع عشر. وبالتالي عملنا معرض مرتبط بالتشكيل من جهة يبرز هذه الخصوصيات الفنية والجمالية، ومعرض آخر يبرز الخصوصيات كما قلت ديال التاريخ الدبلوماسي المغربي. هذا متحف بالإضافة لكونه غادي يكون أيضا اون ميزون دارتيست، دار للفنانين، على اعتبار انه غادي يكون فيها محترف للفنانين التشكيليين، وهاد الفنانين غادي يقوموا بطبيعة الحال بإنجاز أعمال فنية وعرضها في هذا الفضاء في الشق الثاني من المعرض. وغادي يكون أيضا فيه محترفات للترميم، لترميم الأعمال الفنية، وأيضا فضاءات للأطفال مخصصة للتوعية وللتعريف بالقيمة الفنية والتراثية لهذه المدينة. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.